سيد الكريم هو بشكل عام يعني مشروع التنمية هو سوف يخدم العراق بشكل إيجابي. لماذا؟ لأن الخبراء الاقتصادي بشكل عام وإن اختلفوا في كيفية يعني إنشاء هذا المشروع، ولكن هو بشكل عام هو مشروع اقتصادي. بالتأكيد دولة قطر هي ربما تعتبر من كبريات يعني الدول التي يعني تصدر الغاز، وبالتالي العراق هو الآن عليه أن يستثمر هذه الزيارات وهذه العلاقات الإيجابية وهذه الزيارات إلى صالح العراق. يعني أضرب لك مثال، نحن يعني في محاط البصرة هناك كميات كبيرة من الغاز تحرق وتتسبب بمشاكل بيئية على مستوى الأرض والمياه وحتى البشر، وهناك يعني فشل كلوي، وهناك إصابات بالأمراض السرطانية، وهناك حرق وهدر للأموال، أي نعم بمعنى هناك مشاكل صحية وهناك مشاكل اقتصادية، وهذه تعتبر يعني مشاكل بعدم وجود استثمار لمثل هكذا أمور. بالتالي هذه الزيارة حول ما يعنى بمشروع التنمية والاتفاقيات التي طرحت وبالتأكيد هي إيجابية أعتقد ما لم يتم استثمارها بشكل صحيح. أما قضية يعني الدول، أنت تعلم يعني رئيس مجلس الوزراء الحالي وحتى بقية المسؤولين الحكوميين السابقين قاموا بزيارات، ولكن طيب هي ليس المشكلة الزيارات بقدر ما تكون استثمار لهذه الزيارات. أعتقد ربما رئيس مجلس الوزراء في هذه الجزئية إذا يعني ضغط واستخدم هذا الملف بشكل صحيح من خلال زيارة مصر إلى إيران أو تركيا أو نعم يعني كميات الدول العالمية، بالتأكيد سوف تنتج يعني عنها يعني خطوات إيجابية.